بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام حياكم الله، ويتجدد اللقاء معاكم في ملعب الأزرق على شاشة تلفزيون الاي تي في من خلال حلقة خاصة إن شاء الله تكون من بدايتها لنهايتها بساعة تلفزيونية رائعة بمتابعتكم ووجود كباتن كبار داخل الاستديو لنحلل مباراة الغد إن شاء الله. والتفائلوا بالخير تجدوه، وإحنا إن شاء الله اليوم في هذه الحلقة نحط بعض النقط على الحروف ونكون متفائلين جداً بغض النظر عن السيناريو الذي سوف يقدم، وراح نذكر كل هالتفاصيل إن شاء الله في هذه الحلقة. خلوني أرحب برواد حلقة اليوم ومحللين إن شاء الله اللي راح يكونون معنا في هذه الحلقة من برنامج ملعب الأزرق. كابتن فواز بخيت حياك الله ويانا وصبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير بتركي، وحييك وحيي الأخوان. ترى ما أشوفهم زين أنتوا. اللمه حلوه، ترى البرامج ما حد يسال عن ثاني. لاحظت هذا التعليق على البرامج الرياضيه بان تلم تسوي ديوانيه بس. أيوة والله. قدام الناس. اي أيوة والله لا يعني لها حدود ها. لا انا اقول لك يا بداية والله ما اشوفهم الا بالش اسمه بالبرامج بالصدر. يا رب عيل ان شاء الله يتاهل المنتخب، بس احنا نقول على الشوفه. اي شوفه صح. ان شاء الله يتاهل المنتخب ان شاء الله، ويصير برنامج خاص ودائما نشوف بعض ان شاء الله. الرحمن بالخير. كابتن جوال مبارك حياك الله ويانا ابو خالد. الله يحييك، مسي عليك وتركي، مسي على الاخوان الموجودين وعلى الاخوان المشاهدين. يا هلا وسهلا. من الجانب الاخر معنا كابتن بدر حجي ابو فهد، حياك الله معنا. الله يحييك وتركي، يحييك ومسي عليك وعلى الاخوان الموجودين وعلى الاخوان المشاهدين. يا هلا وسهلا. رابعنا ان شاء الله ومكملنا دكتور جاسم الهويدي، صباحك الله بالخير. صباحك بخير بتركي، ومسي عليك وعلى اخواني اللاعبين والمشاهدين. وانا اقول دائما ترى الاي تي في تجمع نجوم الازرق. حلو السلوغن هذا. ان شاء الله الجمعه تكون على خير، احنا نشهد مع بعض ان شاء الله. خلاص دشينا باليوم الجديد، فاحنا نتكلم عن اليوم، لقاء منتخبنا مع منتخب افغانستان ومناشده عريضه بخط عريض لكل الجماهير في الكويت والمقيمين في الكويت. نتمنى أن نوقف بصف منتخبنا بوجودنا داخل الملعب، الجو حار، الجو مغبر، الجو رطوبة، هذه ديرتنا ومتعودين على أجواءها، ولكن تبقى بالنهاية هذه الوقفة تكون حاسمة. سيناريو المباراة راح نتكلم عنه بعد ما نشوف أولى تقاريرنا الخاصة بمباراة منتخبنا وأفغانستان. تتجه أنظار محبي وعشاق الأزرق إلى مكانين يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم 2026. البداية ستكون في الدوحة وتحديدا في ملعب نادي السد، حيث ينتظر الأزرق هدية قطرية عندما يواجه العنابي نظيره الهندي بطل آسيا ضمن تأهله بشكل رسمي للدور القادم، وسيلعب بتشكيلة شابة، وهو ما يثير مخاوف عشاق الأزرق خصوصا بعد التعادل القطري أمام منتخب أفغانستان بدون أهداف قبل أيام. أما العين الثانية فستكون هنا في الكويت، مواجهة بعنوان لا للأخطاء ولا للمفاجآت أمام منتخب أفغانستان. لقاء الذهاب انتهى بفوز سهل وساحق لمنتخبنا برباعية نظيفة، والأمل أن ننجح مجدداً في تكرار تلك النتيجة بدون شد أعصاب وبدون أي مفاجآت غير سارة. الأزرق لم ينجح في الحصول على النقاط الكاملة من مباراة الهند قبل أيام، رغم الفرص الضائعة خصوصا في الشوط الأول والتي منعتنا من التقدم، إضافة لبعض القرارات التحكيمية التي يمكن اعتبارها غريبة وحرمت منتخبنا من ركلة جزاء على الأقل. لكن الآمال ما زالت موجودة والمهمة ليست مستحيلة، المطلوب فقط هدية قطرية من بطل آسيا وفوز سهل على أفغانستان وضمان لبطاقة العبور للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم والتأهل الرسمي لكأس آسيا القادمة في السعودية.
متابعينا سيناريو واضح والأمور حاسمة بأن مثل ما قال أخونا الدكتور طالب بهذا التقرير بأن إحنا نحتاج من أنفسنا أن نفوز في مباراة باكر ويفوز منتخب قطر على المنتخب الهندي في الدوحة، مباراة في الدوحة ومباراة في الكويت تحديدا. شنو اللي يصير عبد الله بعدها؟ لأنها هي تصفيات مزدوجة، فإحنا إذا فزنا إن شاء الله وفاز قطر النتيجة واحدة، نتأهل لكأس آسيا 27، وأيضا نتأهل للتصفيات الحاسمة في كأس العالم 26. والمايك عندكم ونبتدي مع أبو عزيز. أبو عزيز تفضل. بداية وتركي نقول الله يوفق إن شاء الله المنتخب في مباراة بكرة، مباراة مهمة. ما ننظر للمباراة الهند وقطر، ننظر مباراتنا أهم شيء، يمكن اللي قالها الجاملي أبو خالد الحلقة اللي فاتت. في بعض المباريات بتركي العمل يصير عمل لاعبين مو عمل مدرب. اللاعبين داخل الملعب وهم اللي يقودون المباراة، مو كل شيء مدرب. مدرب عليه يشكل ويحط خطته، بس الشغل عند اللاعبين. أنا ما أعتمد والله المدرب قال لي سوي الشغلة الفلانية بس أسوي الشغلة الفلانية وبس ألتزم فيها. نعم في التزام، ولكن في عملية اسمها عملية إبداعية، لازم يصير في إبداع من اللاعبين، لازم يصير في قيادة من اللاعبين، لازم في يكون مفاجأة من اللاعبين للفريق الآخر. هذه الأمور لازم يعني تطلع من اللاعبين. اللاعبين إذا فعلا عندهم طموح هم يفوزون بالمباراة، يفوزون بالمباراة. لكن أنا أدش خايف، أدش يعني تفكيري سلبي. بالنهاية أنا أقول اللاعبين عندهم الشغل داخل، إذا بيفوزون يفوزون بإذن الله. أنت وباكر يعني، وأنا أقول لك يا من متفائل. أنا لأمانة أنا متفائل بالسيناريو اللي ذكرته قبل شوي. أكيد إن شاء الله. أكيد بالنسبة يمكن أنت كنت بتتطرق من شوي كأنك بتتطرق حق الجمهور. الجمهور والله مع اللاعبين وين ما يروحوني صاد، وما حتى لو ما ناشد الجمهور، الجمهور بأيون والله الجمهور الكويتي طيب ومحب، وحتى لو يزعل المباراة هذه المباراة الجاية بتشوفها متواجد. فأنا أقول لهم باكر بيكم جمهور، والجمهور يبي فوز، وإن شاء الله بإذن الله بس يبي لها قيادة. المباراة باكر يبي لها قيادة، انسوا مباراة الهند، عليكمكم أهم شيء تفوزون وبعدين طالعوا مباراة. صاج بعزيز أبو خالد المايك وياك. طبعا أنا ما في سؤال معين، ولكن احنا الحين نتكلم عن أجواء المباراة، الأمور الإيجابية الخاصة باللاعبين بوجود الجماهير. يعني شوف مثل ما قال أبو عزيز، في بعض المباريات ما تحتاج مدرب، تحتاج لاعبين داخل الملعب. لاعبين هم اللي يسوون كل شيء داخل الملعب، لاعبين هم اللي يستذبحون، لاعبين ينسى كل الماضي خلاص، تنسى التصفيات، تنسى مباراة الهند الأولى، تنسى مباراة أفغانستان قطر، لا تفكر بس مباراة هذه. تطلع إن شاء الله بالفوز، مستوى طيب، وتراضي الجماهير اللي موجودين. فأنت الحين كلاعب أدنى اهتمام اللاعبين الحين أكثر منا كنا 100% طبيعي صح، بس إحنا دورنا نحمسكم، دورنا نوقف وراكم، دورنا إن إحنا نقعد مثل نقول برا الملعب أنتوا تونسونا داخل الملعب إن شاء الله. وعندنا ثقة كبيرة إحنا كلاعبين، وعندنا ثقة بلاعبينا، عندنا ثقة بلاعبينا مباريات المهمة يطلع اللون الأزرق. وأتمنى من الجمهور مثل ما قال أبو عزيز، الجمهور حاضر، فأتمنى من باكر الجمهور حتى يعني اللي عنده فنية أزرق يلبسها يروح الملعب، خلي الملعب كله أزرق، لونه أزرق صح، خلي الفريق الأفغاني يعرف من المنتخب الكويت عدل، لأن باكر أنا عندي ثقة بلاعبينا، باكر عندي ثقة كبيرة والله العظيم إن يعني متفائل حيل باللاعبين إنه بيسوون شيء إن شاء الله باكر. ونفس ما ذكرت تبسع قلت إن التصفيات نهائيات آسيا، تصفيات كأس العالم وكل لاعب أمنية كل لاعب كرة قدم إنه يلعب في التصفيات والنهائيات آسيا، فحرام تروح عليكم 4 سنوات ثانية تنطرون في نصهم راح يعتزلون. فأنا من فرصة من فرصة تلعب بروح، فرصة تلعب بروح بأداء إن شاء الله، سجل الأول سجل الثاني الثالث، استذبح داخل الملعب. في مباريات شوف بعض المباريات المدرب يكلمك
عادي تسمع حق المدرب، لأن تو مباراة دوري مباراة مجموعة بس هذه المباراة لا الخال ولا بثنتين بس ما قالها. هذه أنتم اللاعبين بينكم من بعض ما تدشون داخل الملعب تحطون يدينكم على بعض، هني الهمة بينكم تصير إن شاء الله والله يوفقكم. وأنا أعرف يعني في بعض الفرق مدرب أعطاهم تشكيلة خطة وكل شيء دشوا داخل الملعب هم قال ما رد على المدرب، احنا طريقتنا احنا عندنا افضل من اللي قال المدرب، بنسوي الشغل داخل الملعب وان شاء الله الله يوفق باكر فريقنا ان شاء الله. الله يسهل. خلونا نشوف ايك ابو فهد بهذه الجزئيه واللي تبيه. خلينا نشوف بطاقه المباراه اذا المخرج، بس هذه هي بطاقه المباراه بالتوقيت يا جماعه الخير، مثل ما قال يعني ابو عزيز وابو خالد وابو فهد، كلنا عارفين 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 جماهير الكويت، ولكن نذكر بان لو كان متردد ففرصة انك انت تتواجد. بس تغير التوقيت؟ ايه كانت ابو فهد كانت مباراة 9:45 صارت 7:45. نعم. كلمنا عن التوقيت، شنو فائدته ممكن يكون فيد اللاعبين ولا؟ شوف ابو تركي، اولا احنا لاعبين سابقين. ليلة المباراة ليلة صعبة جدا على جميع اللاعبين، سواء كنت لاعب خبرة او كنت لاعب توك تلعب في المنتخب او في النادي. هي مباراة صعبة لا شك. تحس ان انت مضغوط وايد. هذا ما انا اعتقد التعادل مع المنتخب الهندي في النص ساعه الاولى لما شفنا ضيعنا فرصتين، تاكد ان اللاعبين كانوا وايد مضغوطين. تاكد لو كان مرتاح انا اعتقد يسجلون، يعني التسجيل سهل بالنسبه لهم، خاصه اللي انفردوا فيها يعني عيد ودحام، يعني كانت فرص سهله لنا. هني نتذكر في شيء لازم نتذكره عشان نسوي الايجابيه، هذا في سلبي نسوي الايجابي، هذا واحد. الشيء الثاني باكر الاجواء، وخاصه نتكلم عن الجو. الجو مو سهل على الفريقين، صح؟ شلون احنا نقدر ناخذ المباراه في جو صعب؟ جو باكر مو سهل، ليش نتكلم عن رطوبه؟ هذا بقصد. تقصد الشحن ولا الجو والطقس؟ لا جو الطقس. ايه جو هو الشيئين صعبين بالنسبه لنا. هو الطقس، وهو الثاني شيء جو المباراه. إيه؟ جو المباراه انا اعتقد ان جو المباراه لازم اللاعبين يفهمون هذا الموضوع. باكر نفوز، لكن نفوز بهدوء، عندنا ساعة ونص أمامنا. حتى لو مثلا احنا دائما نقول حتى لو يسجل منتخب أمامنا أو الخصم لازم أكون هادي أقدر أسجل عليه. كلنا عندنا ثقة في اللاعبين، يعني أمام منتخب الهند، منتخب الكويتي لو كان في هذا الأداء لفاز حتى في الكويت على منتخب الهندي، صح؟ وشفنا ضعف المنتخب الهندي. لكن أنت بعض المرات ما يحالفك الحظ، هذه حظوظ، ترى كرة القدم حظوظ مرات، صح؟ يعني أنت أتي وتسوي كل شيء فيها بس ما تقول. فريق الخصم كرة سهلة يقول منها، هي كرة القدم هكذا. بس لكن احنا نتكلم عن باكر، يجب أن اللاعبين يكونون على دراية كاملة شلون أنا مثلا أقدر ألعب ساعة ونص، ممكن ألعب شوط كامل، شلون أنا أقدر أوزع مجهودي، خاصة نتكلم عن اللاعبين اللي داخل الملعب اللي ما عندك بديلة، شلون يقدر داخل الملعب انك تستفيد منه، خاصة من الشوط الاول. ترى مباراة ما راح تكون سهلة بس ولا هي صعبة. طبعا احنا نتمنى ان شاء الله التوفيق حق منتخبنا. ابو محمد بيك بجزئية الملعب، اكيد الكلام عند بعضه مثل ما نقول هي مناشدة ويسمعون منكم كونكم اصحاب خبرة بان ضغط المباراة بشكل، لكن انا بتكلم عن تبديل الملعب من استاد جابر لملعب النصر، عندك تعليق عليه؟ لا بالعكس، هو لما كل ما يكون الملعب يعني مكان من درجات اقل كل ما يكون افضل حق اللاعبين ترى داخل الملعب. بمعنى اليوم انت تحطه بساد جابر بحدود 65,000 غير لما تحطه مثلا مهما كان شكله مو ممتلي، بالضبط. يعني اللي يشوف حتى اللاعب يسخن مثلا يشوف المدرجات ممتلئه، حتى رده فعل زينه. ولكن استاد النصر يمكن يشيل تقريبا 22,000 أو 20,000، بالتالي لما يمتلئ الملعب اللاعب حتى وهو قاعد يصخن راح يكون عنده حماس، صح؟ عنده روح. وبالفعل يمكن الاخوان يمكن يتطرقوا وايد حق اشياء مهمه قبل المباراه، اثناء المباراه، داخل المباراه، ولكن هي بالنهايه المحصله كلها عند اللاعبين، ليس جهاز فني ولا اداري. بدام يعني وصلنا حق هذه المرحلة فهي بيد اللاعبين. إيه؟ اليوم ما راح نتكلم انه والله لا المدرب ممكن ولا لا الاداري ممكن، لا لا لا، هي بيد اللاعبين. صحيح انه اوكي في عندنا جزء ثاني مع منتخب قطر، ولكن طبيعة الحال انت ما راح تفكر فيه، لان اليوم انه لابد انك انت تستقل عامل الارض وعامل الجمهور، هذا واحد. اثنين،
روحك داخل الملعب ورغبتك بالفوز وتفرح الجمهور الكويتي ذيك الساعة شنو تقول عليه مباراة قطر والهند، هذا شيء خصهم. ولكن احنا اليوم بدام على ارضنا وعندنا فرصة انه ممكن نحصل على هذه البطاقة، على 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 اللاعبين لابد ان يقاتلون داخل الملعب، لابد تكون روحهم حاضرة. المهاجمين عليهم اللي ضيعوا الفرص المباراة الاولى امام الهند عليهم ان يفكرون مليون بالمية الفرصة راح تيهم ما راح تعوض، وبالتالي اليوم في حمل كبير على على اللاعبين. ولكن انا اعتقد من وضع المنتخب الكويتي بهذا الوضع هو اللاعبين، عليكم الان ان انت تردون ان تطلعونا من هذا المأزق. زائد انا قلتها بالحلقة الماضية، اليوم انتم بامكانكم تسجلون يعني اسماءكم بحروف من ذهب بوصولكم للتأهل، صح. وبإمكانكم أن أنتم تنهون هذا المنتخب وينتهي مشوار المنتخب، صح. إيش كتر مهمة المباراة لمن يعني لمن نقولك زين إحنا فزنا وتأهلنا وين يعني نهائيات آسيا وتصفيات المؤهلة لكأس العالم. في جزئية سمعتها من الكل بأن حضور الجماهير، زين نتكلم واقعية أكثر. أبو عزيز من أيامكم لاعب الكويتي يمكن ما بيقول الوحيد بس اللاعب الكويتي دائما في ملعبه اشوفه العكس كانه ملعب العكس، يعني ضغط الجماهير الكويتيه تاثر في اللاعب للامانه، فاحس ان ارتباك اللاعب يزيد بملعبه مو اريحيه تكون في ملعبه. انا 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 والله ودي اتطرق حق هالجزئيه. صح والله صح كلامك. شوف انت شنو قلت؟ قلت ضغط الجمهور. ايه هو ضغط الجمهور مو يعني ان الجمهور ياثر، لا. احنا قبل يعني انا اتكلم عن نفسي والله، لما نجيب ندش الملعب تحس انه مو الجمهور، تحس انك انت كوني لابس انت الفنيله وعليها شعار الدوله، مسؤوليه، مسؤوليه دوله كامله على ظهرك. لأن أنت قاعد تمثل الدولة بهالعلم هذا حاطه على صدرك، أنت قاعد تمثل الدولة كلها، والدولة مدامك أنت لبست الفنيلة يعني قاعد تمثل الدولة داخل الملعب، فيصير يعني مو مسؤولية، يصير حمل كبير. يعني سبحان الله، يعني الجمهور لما يجي وأنت تدش والجمهور وتفاعل الجمهور يحرجك. والجمهور الجمهور الكويتي ذواق، يعني عقليته كبيرة، فهمان، يعرف الـ 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 يعني خلنا نقول الصغير يعرف كرة القدم قبل الكبير، فأنت تبي ترضي هالجمهور. هذا تقصد أن اللاعب يحط هذه النقاط بعين الاعتبار، هذه المسؤولية اللي عليك تصير انعكاساتها على يعني تأخذ من مجهودك، والسبب انك انت تبي تسوي شيء حق هالجمهور هذا، فبعض المرات ياثر حتى على مستواك. صح. العكس اما تلعب برا جمهورك قليل، في ناس يجون بس غير، تاخذ راحتك، سجلها مسؤوليه لانك انت لابس نفس الشيء. ايه. بس الحمل يقل. ايه. انا اتكلم عن 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 نفسي، واتكلم ايه. عن عن الاخوان جيلنا احنا بذيك الفتره مسؤوليه، يعني يمكن انا اللي بيطرق حق هالجزئيه. لا لا انا بقول لك على شغله، الجمهور الكويتي سبب، يعني انا بتكلم عن ما نبي نتكلم عن باكر. لا شوف انا بقول لك شغله، احنا لما كنا نلعب بالسابق مع الجمهور الكويتي كنا اي فريق مباري بالكويت على قول واحد مباري، لا انا اكلمك جد، لا دقيقه 70 والله ما نحترمه. صح. اي فريق قدامنا كنا نضغط عليه والجمهور، كنا كلنا نخسر، الجمهور صفقنا، صح انه خسرنا في بعض المباريات، بس شوف حتى المباريات الخسره احنا نكون افضل داخل الملعب. احنا نكون افضل داخل الملعب، هذا المفروض ابو خالد، لانك انت على ملعبك، على ملعبك. إيه؟ هذا احنا بعض المباريات القليله اللي خسرناها على ملعبنا احنا الافضل داخل الملعب، خاصه كاس العالم، جمال إيه؟ تصفيات كاس العالم، السعوديه، ايران، نعم. الصين، قطر، كنا نضغط على الدقيقه 60 70 احنا ضاغطين، نعم. الكره كلها ملعبهم، ملعب فريق الخصم، فريقنا كان قوي، الجمهور كان داعم قوي للاعبين. حتى الحين منتخب قطر بطل كاس اسيا، منتخب قطر يوم جانا هذاك اليوم هني مريناهم بالكويت، منتخب الكويت قدم مستوى طيب، مستوى مميز امام منتخب قطري، خاصه بالشوط الاول. هذا مع جمهورنا، احنا الجمهور، احنا شنو مشكلتنا؟ احنا في بعض المباريات القليله نخسر فيها مع الجمهور ننسى اللي فزنا فيها، يقول لك المنتخب على 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 ارض منتخب الكويت، لا هي قليله اللي خسرنا فيها، وشيء طبيعي تمر في دول العالم كلها. كوريا فاز على المانيا في المانيا اتوقع 4-0،
فشغلة طبيعية. ألمانيا فاز على البرازيل، البرازيل 7-0 صح. فشغلة طبيعية. شوف هذه كرة القدم، إذا ما تخسر على أرضك ما تفوز برا أرضك. ممتاز. هو بس في جزئية بس، يمكن الوقت اللي يمكن جينا وقت الحالي اختلف بالإعلام، الإعلام الرياضي اختلف. يعني قبل إحنا عندنا الجرايد، يعني كان بالجرايد الناس تقرأ جرايد وكذا، ها؟ 5 جرايد. إيه يعني كان عندنا 5 جرايد. ما في الحين سوشيال ميديا وشون. الحين لاعب الحالي بالعكس هو أساسا مهيئ إنه في جمهور راح يحضر، لأنه هو قاعد يشوف مثلا بالسوشيال ميديا وشون قاعد يتكلمون عن المنتخب الكويتي، وحملات وعارف شون. قبل إحنا ما عندنا هذه، إحنا قبل نتفاجأ بالجرايد، نقرأ ننزل الملعب نشوف جمهور قدامنا. فهمت الفكرة؟ ما عندنا مثلا أكثر من قناة مثلا عندها الإعلام الرياضي بانتقاد ونقد وكذا، ولا تلقى كان تلفزيون واحد مثلا هو اللي ينقل مثلا صح. كان وقت قبل ما في استديو تحليلي، ما في كذا. فإحنا وقتنا محمد الثقص هذا أمر إيجابي الحين بالضبط، هذا المفترض بيد اللاعب، بيد اللاعب اللي متعود على أن مثلا يشوف الجمهور، حضور الجمهور، البوستات اللي قاعد تصير حقه هذا أمر مشجع حقه المفترض قريب من الجمهور بالضبط، ما يتفاجأ أنه محضر بالضبط، حتى يمكن يعرف ردة فعلهم باللحظة بالضبط. طيب خلونا الحين ننتقل بس نشوف تصريحات مدربنا بنتو، ومن ثم نستكمل مع أبو فهد نعقب عليها. Nós preparamos os jogos, todos os jogos em que nos encontramos da mesma forma. بالنسبة للاعبين، كل اللاعبين جاهزين، بيترسون كلهم جاهزين بالمواصلات. بالنسبة للسؤال الثاني، الأساس أنكم لما كانت هناك نتائج غير موجودة السنوات الأخيرة، وذلك ليس بالأمر الصعب، لكن لا ننسى أن الموسم الماضي بعد 17 مباراة وإذن من هذه 17-12 إلى 13 مباراة، وأيضا لعبنا 100% من المباريات الدولية في الجيكابي، وصلنا للتصنيف أعلى في أفريقيا كما لاحظ الجميع. طبعا النتائج كلها لم تكن مرضية، لكن لو نظرت لآخر مباراتين لعبناها ضد منتخب قطر ومنتخب الهند، لرأيت بالفعل استحقاق منتخب الكويت للحصول على الفوز والحصول على النقاط الثلاثة كاملة. بالطبع الوضع ليس سهل، والأمر ليس الأمر السهل. هناك في الكويت في أي لحظة ممكن يغير الرئيس، مدرب، اللاعبين، ولكن الاستمرار في تسبب الخسارة وتوجد نتائج جيدة في السابق ونتائج غير جيدة في الحالي، وهذا التغيير كله يؤثر على كامل الموضوع. لكن السؤال لماذا أريد أن تكون أنت كمسابق أو كجمهور؟ بشكل ملخص ما قاله بنتو، الجزئيتين اللي ممكن أبي أتكلم فيها، يعني بأن قال إحنا كنا منتخب الوطني كان يستحق الفوز على 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 الهند، وهذا صح، اتفقنا عليه بأنه كنا أفضل، وأمام قطر أيضا كنا نستحق، وأصبح المنتخب الوطني لشكل وهوية في الآونة الأخيرة. أبو فهد تعقيبك. نعم، شوف هو طبعا ما ذكر المدرب صحيح، إيه؟ مباراتنا خاصة المباراة الأخيرة وكل من أثنى عليها، حتى اللاعبين كانوا مرتاحين نفسيا من هذه المباراة، لأن هم قدموا صراحة، لكن عدم توفيق في تسجيل هدف. مدام أنت قاعد تلعب بشكل جيد معناته ان انت قاعد تخطي خطوات جيده صح. هذا احنا المدرب نتكلم عنه، خاصه الجهه الفنيه للمدرب، ما سوى الاستراتيجيه. الجهه الاخرى اللي قال عنها فواز قبل شوي، الابداع، لازم اللاعب يبدع داخل الملعب. يعني المدرب مو كل خطوه يقول لك اياها تسويها، معناته اذا انت كل خطوه يقول لك اياها المدرب انك تسويها، معناته ان انت انسان غير مبدع. كره القدم كره مفاجئه، لازم تبدع، خاصه للمهاره، لازم تكون عندك ثقه في نفسك، اخطئ وتتعلم وتصير، لكن ما تبي تخطئ وما تبي تتعلم، فهني مصيبة كبيرة. فلازم على اللاعب، يجب عليه لازم يتعلم على الضغط. مثلا احنا الحين شلون نضغط على اللاعبين، انا اقول لك شنو سر موضوع الضغط. سر موضوع الضغط للكرة الكويتية ما حملونا يا السابقين الانجازات، الانجازات السابقة اللي كانت من بداية 71 كأس الخليج،
لين 82 انت خذيت بطوله كاس الخليج، وصلت كاس اسيا، وصلت كاس العالم، خذيت كاس اسيا، فهذه كلها ضغوطات على منو؟ على الاجيال المتراكمه. يعني المقارنه نعم حد ذاتها ضغط، ضغط هي ما في كلام. فجيلكم هم مضغوطين احنا قارن بالجيل السابق اللي الذهب، على اساس لازم ان احنا ناخذ كاس اسيا ولازم نوصل كاس العالم، فاحنا لازم نسوي الخطوات هذه. فالخطوات الحين لما وصلوا هذا الفريق حاليا يبي يسوي بعد خطوات اللي سووها من قبل، فهي الضغوطات مو بس ضغطه المباراه، لا ضغط ان الكره الكويتيه شنو هي كانت. الكره الكويتيه كانت هل هي امس واليوم؟ لا طبعا، تتكلم عن الكره الكويتيه اللي كانت متقدمه على اسيا، وصلت كاس العالم، وصلت كاس اسيا واخذت كاس اسيا، وصلت كاس الخليج. اليوم منتخب الكويت هو عنده 10 بطولات كاس خليج، ما في منافس. فهذا كله من يتحمله؟ اللاعب والاجيال اللي تتراكم، حتى الاداري، حتى الجهه الفنيه، هذه كلها مصاحبه للضغوطات اللي احنا نتكلم عنها. اما ضغط المباراه اللي فواز قبل شوي سولف عنها، طبعا كان في موقف انا فواز تصفيات كاس العالم، اول مباراه مع السعوديه بالسعوديه، الله يكرمكم ويكرم اخواني المشاهدين، ادور جوتي ماني لاقي، انا اديداس نلبس اول كله كوبا مونديال، طبعا ما عندنا حركات، ادور الجوتي اقول له فواز ما ادري وين جوتي، كان يقول بدر انت وين حاطه؟ قلت له انا حاطه هني، وين وديته؟ فواز صابغ جوتي من كثر ما كانت المباراه يعني مشحون فيها، فواز صابغ جوتي اسود، عبالي جوتي عبالي جوتي يعني هاي يعني مو مطلق، لا 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 صحيح جوتي بدر كبر صبعك، اي اي لا لا انا طول صبع فواز جوتي طول صبع فواز، خلوني اقتنع باللي قاعد تقولونه، لا لا يعني يعني من كثر المحاتات كثر ما تفكر بالمباراه، الله يكرمك الجواتي كرم السامعين بالبلكونه، اي فواز انا لا يعني مستانسين فيه يعني ندش بغيافه حلوه يعني، بس انا انا رايش الناس اكتبوا فيديو، انا خذيت اللابتشينات من برا خذيته اي صبغته ما ادري عنه بالي لابتشين، وهذا يدور لابتشين انا حاطه بالجلطه مجهزه حق المباراه، ولا حبيب لا لابتشين انا ما احب البسه جوتي كذي احب عادي، بس فواز يحب يصبغ يقول وين جوتي فواز؟ وامور طيبه بعد ما فواز رميت مالي يعني في في المباريات، فما كنا ننام. شوف مباراه سنغافوره اول مباراه تصفيات هم كاس العالم، انا بقول له من ساعه قال لي خلنا بعدين، وما قدرنا ننام بالليل بصراحه والله العظيم، يمكن ما نمنا الا 5 الفجر، خاصه المباريات حقيقه حتى اللاعبين ما نلومهم ترى يشيلون شيء كثير على اكتافهم. ليش انا ذاك اليوم قلت لك يعني ان انت لما تكون سفير ولما تحمل شعار منتخب الكويت تحس بضغوطات كثيره. ترى انا لما اول كنت اجوت البلنتي يعني ترى مو سهل انك تحط الكره وترجع ترى على ما اخذ القرار، صح ترى موضوع صعب يعني، انت مرات تكون في جزئيه في بعض المباريات وخاصه اخر الدقائق تصير مرات ركلات جزاء او شيء، ف انت تكون يعني تحت ضغط شديد شديد فوق من الانسان ما يتصور، ترى الناس قاعده على الكراسي واللي قاعد بالديوانيه اللي قاعد ياكل بنا ترى يعتقد الامر سهل، ترى الامر مو سهل جزء من الثاني، نعم صحيح خصوصا بالركلات يعني بالبلنتيات دائما تحتاج شخص يكون هادي جدا بالركلات الترجيح. عموما خلونا ناخذ اول بريك وبعدين نستكمل مع بعض. رجعنا وياكم بعد الفاصل، موضوع آخر راح نتكلم فيه بوجود الكباتن. خلونا نشوف مع بعض ونعقب على تصريح مدير المنتخب أخونا عبد الرحمن الموسى في موضوع استبعاد خالد الرشيدي وبدر المطوع، خلينا نشوفه. بالنسبة حق أخوي الغالي بدر المطوع وأخوي الغالي كذلك
خالد الرشيدي هذا من زاملتهم وشاهدت فيهم مجروحة، وأنا قلتها سابقا بدر مطوع يمكن الكل عارف أن سياسة الاتحاد بالنسبة حق بدر مطوع وحق خالد الرشيدي هي سياسة الأعمار، استعان المدرب في الفترة الأخيرة في أعمار استقر فيها لمدة سنة قرابة سنتين، نقول قرابة سنتين لكم شهر، هذا اللي استقر عليهم. البدائل غير موجودة، لكن هذا ما يقلل من 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 عطائهم. احنا كلنا عارفين قيمة بدر مطوع في الرياضة الكويتية، وكذلك الحارس الكبير خالد الرشيدي قدم مستويات لافتة، لكن سياسة الأعمار اللي قاعد يقوم فيها الاتحاد هي إحلال لاعبين شباب. عارف ان في عندنا لاعبين كبار في العمر، لكن هذول اللاعبين اللي كانوا متوفرين في من اول اختيار بالنسبه لبعض المراكز اللي ما لهم بدائل اخرى، مثل شبيب الخالدي يوسف ناصر. يعني حتى يوسف ناصر انت تلاحظ يوسف ناصر بالفتره الاخيره ما كان متواجد ديالنا، لكن بعد اصابه جميع مهاجمين منتخب الكويت وايقاف شبيب انت مضطر ان تستدعي يوسف ناصر. هذا ما يقلل شيء من مهما قدموه، يبقون رموز كبيره قدموها في الرياضه الكويتيه، لاعبين كبار لهم اسم كبير، المنتخب تمثيله شرف، وانا عارف هذا الشيء يمكن يعني يحز بخاطر اي لاعب يلعب كره قدم، اهم شرف له هو تمثيل المنتخب. لكن سياسه الاعمار اللي كانت موضوعه من 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 قرابه السنتين للحين مستمرين عليها، قاعد نحاول ان احنا يعني نعطي الفرصه للاعبين الشباب يقدمون مثل هذه المباريات، وهذه فرصتهم وهذا يومهم. من يقدم نفسه في خلال التصفيات اللي احنا فيها وباذن الله نتأهل فيها راح يستمر ان شاء الله كذلك في شهر 9 في تصفيات ان شاء الله في الدور القادم باذن الله. فالامر مثل ما وضحت لك بالنهايه هو امر سياسه الاعمار اللي كانت موضوعه من الاخير. ولو يعني ما شاء الله احنا عندنا سليمان عبد الغفور تبارك الرحمن صار له سنتين معانا قاعد يقدم مستوى لافت مع المنتخب، استقراره موجود، من غير طبيعي ان انا عندي لاعب كبير في العمر اجيب معاه لاعب كبير بالعمر اخر. لو كان مو موجود نقدر نستعين في لاعب من يعني لو كان مو موجود نفس مكان مثلا خالد ابراهيم، نفس فهد الرشيد، فهد الهاجري، لاعبين الشباب اللي موجودين للحين ما ياخذون استمراريتهم كبيره علشان يقدرون يفرضون نفسهم. منتخب بابه مفتوح للجميع باذن الله يقدمون نفسهم في الدوري. بعد ما شفنا تصريح مدير المنتخب بالجزئيتين، ابو محمد ابيك بالتطرق لاخونا عبد الرحمن يوم قال بان السبب في استبعاد خالد الرشيدي وبدر المطوع هو عامل السن، بالرغم من ان وجود اللاعبين حتى بكلامه كانه جاوب على السؤال نفسه بوجود لاعبين ثانيين ايضا كبار بالسن. شوف بتركي، يمكن كلام عبد الرحمن موسى متناقض ومخالف لقرار الاتحاد او اللي ما ادلوا فيه الاتحاد. بالسابق كانوا يتكلمون الاتحاد وطلعوا بيان قبل يمكن تقريبا سنه ان الاعمار السنيه اللي راح ناخذها حق المنتخب الكويتي ما تقل عن دون 26، ما فوق ما راح ناخذ. اليوم تتفاجئ اذا انت تتكلم عن مثلا خالد الرشيدي وبدر مطوع ان اعمارهم السنيه، بالنهايه العمر رقم، انا عطني اداء داخل الملعب. وبالعكس بدر مطوع وخالد الرشيدي باخر فتراتهم كانوا متالقين وكانوا قاعد يقدمون مباريات كبيره. اذا انت عطفا على الكلام اللي قاعد يقول عبد الرحمن موسى، ولكن مردود على عبد الرحمن موسى ان انت اليوم لما تقول عندي يعني اعمار سنيه كبيره، انت عندك اعمار سنيه كبيره. يعني انت تتكلم عن تقريبا فوق ال10 ال11 لاعب اكبر من 30 سنه عندك داخل المنتخب. هذا مو معناه احنا لا يكون في تناقض، احنا نضايق لما يكون في تناقض. انا بوجهه نظري من يستحق ارتداء الفنيله الزرقاء يكون متواجد مع المنتخب الكويتي، بغض النظر على الاسماء، بغض النظر على مستوى عالي، اخذ منتخب الكويت. ما في اليوم انت ماخذ عندك 9 او 10 لاعبين اساسا يمكن خلينا نقول نصهم بالضبط ما كانوا يلعبوا، ما عندهم استمراريه لعب مع انديتهم، مع هذا هم متواجدين. هذا هم بعد تناقض ثاني على كلام عبد الرحمن لانه يقول انه ما كان في احد مكانهم. لا، اما لما تقول لي عن مثلا يوسف ناصر، انا اقول لك يوسف ناصر المرحله اللي ما بعد الخنيسي انا اعتقد يعني الفوز بالدوري يرجع بفضل اكبر حق يوسف ناصر صراحه، صح بتسجيل الاهداف، صح، وكان مستواه عالي مستوى جدا عالي جدا. وبالتالي لما يكون مستواه كذي تقول لي والله على اساس عمره والله ما اخذ منتخب، هذا كلام مو صحيح. المنتخب السوري اليوم
كاس اسيا السابق اللي كان بالدوحه ما اخذ عمر سومه وهذا كان تصريح من المدرب. اليوم عمر سومه متواجد مع منتخب سوريا. هذا يعطيك دلاله مرات يكون المدرب او الاداري ما عنده نظره او بعد نظره بهذا اللاعب انه يكون يفيده بالمنتخب. صح. اليوم احنا بامس الحاجه مع ان اليوم خلاص يعني القوت انتهت، ولكن احنا نكون قاعد نقول قبل نتكلم بصوت عالي ان امس الحاجه اللي بدر مطوع، مو بالضروره تبدي بدر مطوع من بدايه المباراه، ولكن بدر مطوع ممكن تنزل اخر ثلث ساعه ممكن يفيدك يعطيك باص الفينش حق المهاجمين. خالد الرشيدي وجوده حتى يعني وجوده داعم حق 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 اللاعبين الازرق لانه عنده الخبره الكافيه. هذا يعني بشكل عام، ولكن انا اعتقد اليوم يعني خل يعني تصريح ما كان مو موفق مو مكانه، لان احنا عندنا مباراه حاسمه بكره. نتمنى التوفيق حق المنتخب. ممتاز ابو خالد، بيك بجزئيه اللي تطرق لها عبد الرحمن بان موضوع التجديد والاحلال تشوفها منطقي تجديد اللاعبين والاحلال بالاعمار شوف اللي تطرق له؟ هذه سياسه الجهاز الفني. ايه؟ عبد الرحمن موسى تكلم عن الجهاز الفني هو شنو يبي. ايه؟ شنو يبي اكيد. اي نعم، بس اما تيلي انا بالنسبه لي كجمال مبارك انا اللي اشوفه بالملعب زين، عمره 40 30 20 15 35 اخذه على المستوى داخل الملعب، ما لي شغل بالاعمار انا كجمال مبارك. بس عبد الرحمن موسى تكلم على سياسه الجهاز الفني. ممتاز. انا ابو تركي عندي نقطه. تفضل. احنا يمكن نتفق ان بدر المطوع ما هو بدر المطوع اللي قبله بحكم السن، يعني المستوى قل العطاء قل، نتفق بحكم السن وهذا شيء طبيعي اللاعب. لكن انا وجهه نظري المنتخب اللي ينقص عنصر اساسي واللي هي القياده، يعني مع الاحترام حق الاخوان اللاعبين احنا عندنا مشكله رئيسيه، ما في قائد يقود المنتخب. في بعض الاوقات تحتاج لاعب حتى لو هو صغير يعني بالعمر، وحتى لو هو مستوى نازل، خلينا نفترض مستوى نازل، لكن نفسه ضروري بالفريق، تحتاج الفريق لأن اللاعب هذا يحبون اللاعبين وحبهم له يقود اللاعبين هذين. فأنت يعني واحد نفس بدر مطوع يعني مفترض نتيبة يقود المنتخب، وجوده ضروري وجود بالمنتخب. ايه؟ يعني حتى يعني أنت لازم أن أنت عندك اثنين ثلاثة كبار بالفريق يقودون الفريق سواء بالنادي او بالمنتخب. بس احنا الحين ما دامنا قاعد نتكلم عن المنتخب انا وجهه نظري في لاعبين كبار في لاعبين شخصيه القيادين في الملعب، لكن ما في قائد بالملعب. انا وجهه نظري ما في قائد بالملعب. في كبار مثل شخصيه بدر. ايه؟ مثل ما بدر قاعد يقود فريق القادسيه بشخصيته، المنتخب محتاج واحد نسب بدر يقود المجموعة هذه. ممتاز. فأنت تحتاج، أو أنا أتكلم نادي منتخب لا، لكن في لاعب نفسه لازم يكون موجود حتى لو هو مستوى نازل أو كبير بالعمر، لكن نفسه يقود المجموعة هذه. وصلت. ضروري بالفريق. وصلت. خلونا ننتقل حق اللي عندنا تصريحات عيد الرشيدي، خلينا نشوفها مع بعض. أول شيء يعطيكم العافية، إن شاء الله بإذن الله إحنا بأتم استعداد لمواجهة المنتخب أفغانستان باكر إن شاء الله، وراح نلعب من أجل الثلاث نقاط لا غير. أكيد الكل عارف إن يعني إحنا كلاعبين ما راح نركز إلا في مباراة باكر، بغض النظر عن نتائج مباراة الهند وقطر، إحنا مركزين على مباراة أفغانستان فقط من أجل الحصول على ثلاث نقاط والتأهل اللي طال انتظاره ممكن من مدة طويلة ما تأهلنا وصعدنا للمجموعة اللي تكون ممكن المرحلة الأفضل أو المرحلة اللي تكون إن شاء الله تقربنا للطموح الأكبر اللي هو الكأس العالم أو لكأس آسيا 2027 في الرياض.
وبإذن الله إن شاء الله نقدم المستوى اللي يرضي الشعب الكويتي والجمهور الكويتي، ونتمنى منهم الدعم والمؤازرة إن شاء الله باكر، وإن شاء الله نظهر أنا وإخواني اللاعبين بمستوى يرضي الطموح الشارع الرياضي الكويتي بإذن الله، ونطلع في ثلاث نقاط بإذن الله. بفاد، تعقيب سريع على عيد الرشيدي. طبعا عيد يطالب الجماهير، يقول الجماهير تعطينا دافع أكبر باللعب داخل الملعب بالروح. ما في شك، يعني هي رسالة واضحة يعني من عيد، وحافظين ما يعملونه بكرة. يعني كلام واضح من اللاعب. في بعض الأشياء تحتاج لاعب، مرات تحتاج مدرب ولاعب. صح. أنا أتفق أنه يكونوا الأثنين، حتى لو يكون الإداري. حاليا الإداري انتهى دوره، حاليا مدرب لاعب. شلون اللاعب داخل الملعب مرات يكون طلع عن نفسه، ارتباك، تصير بعض المشاكل داخل، يلعب باص خطأ مرة مرتين، يطلع من المباراة. هني دور حتى المدرب لازم يركز حتى في التبديلات داخل الملعب. يعني ما نبي نشوف مثل المباراة اللي فاتت، حتى المدرب لازم يكون يبدع. يعني مو بس تشيل هجوم تحط هجوم، تشيل دفاع تحط دفاع، لا، كرة القدم اختلفت. احنا بنشوف من يوم كنا اول كنا نلعب، يعني هذه سنوات بعيدة، احنا لاعبين كل واحد فينا اليوم منتهي من كرة القدم اقل من 20 سنة. فاول يوم كان ميلان ما شاء الله موجود، كان ذيك الفترة في الحقبة الموجودة، كان مرات يطلع لاعب مدافع يلعب مهاجم في اوقات تحتاج فيه اللعب. فالمدرب يجب ان هم هو يبدع، شلون هو يطلع في هذا الفريق في إبداعه، يغامر لازم مرات يغير مراكز اللاعبين داخل الملعب. شفت شلون جمال؟ في مدربين يختار لاعب في شخصيتين، لاعب في شخصيتين يلعب دفاع. جمال في كذا مباراة في كأس آسيا لعب بدال فواز، فواز صار عنده توقيف في إحدى المباريات أعتقد، صح فواز؟ مباراة أعتقد كوريا، صح؟ كوريا، مباراة كوريا، كوريا كأس آسيا سنة 96، لو مباراة حاسمة جمال كان قلب دفاع، وكأس الخليج جمال ما لعب، كأساسية شهرين بعدها بشهرين. فهني دور المدربين واضح الموضوع. فبعض المدربين مرات تكون من بعض المدربين عنده لمحات، فهذا اليوم اللي نحن نحتاجه ان مدرب دائما يكون يبدع مثل ما يبدع اللاعب. جميل. باب الاتصالات الان مفتوح، ناخذ 3-4 اتصالات وان شاء الله تكون مناشده طيبه لجماهيرنا. ان كان انا ما ابي يعني اقول اللي ببالكم، عندكم دقيقه جماعه الخير. بس احمد البلوشي، صباحكم الله بالخير. صباح عليكم مثل، حياك الله. طيب انا اول شيء اتفق مرتين مع فواز بخيت. اول شيء المنتخب صار فتره طويله من يلعب من غير قائد، زين، ونتفق جزئيا ان المدرب لا 30% واللاعبين الباجي، بس على الاقل المفروض المدرب او الاداري اذا المدرب مو عارف لحد الحين تشكيله الفريق او من اللاعبين اللي كانوا يلعبون بالانديات محافظهم، على الأقل أنزل تشكيلة بتناسقه. يعني أنا مباراة الهند توقعت على الأقل ينزل مثلا أحمد ضفيري، رضا هاني، السلطان العنزي، عشان متفاهمين، كنت في التفاهم. ما نزل تشكيلة كل واحد بنادي مو متفاهمين نهائيا. يعني عندك مثلا العمالقة قدامك كأس الخليج بركة، مرة تشكيلة فتر باحة سالمية، فتر باحة كامة، في تفاهم بين الأطراف، على الطرف متفاهم معاه. اللي قاعد تشوفه أنا الحين بس مجرد أنا نزل تشكيلة بس تفاهم بعيد تماماً، ويعطيكم العافية. شكراً يا أخوي أحمد البلوشي. نواف حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الغالي. هالمرة حق المنتخب متصلين، ويستاهل منتخبنا، وسلامي حق الأساطير كلهم موجودين وعلى ومنطقتنا بدأ حجي. حياك الله. المهم إحنا قاعد نقول إن بدر ناس ما قالوا الشباب لازم يكون موجود، لأن اللاعبين مستعيلين. الاستعيال هذا حق شنو؟ إحنا ما ندري. المدرب تأخيره بالبديل، ليش يتأخر ما ندري. يعني قاعد نشوف إحنا ترى مباراتنا مع الهند كان ممكن نحسمها لو بدر موجود، لو واحد راكد موجود وكبير بالعمر أيا كان، بس يركد اللاعبين إيش فيهم مستعيلين. يعني والله العظيم، يعني أصلا حرام إذا ما تأهلنا. اوكي ما نقول كاس العالم، بس ما اذا ما تاهلنا المرحله بعدها بس. ويعطيكم العافيه. شكرا اخوي نواف العتيبي، قواك الله. حسن الصراف حياك الله ابو علي. السلام عليكم، يعطيك العافيه. اول شيء قبل ابلش مشاركتي انا والله بشكر محطه تي في اخوي عبد الله، لان صراحه ولا قصورا في الباقي البرامج،
ولكن البرنامج هذا ملعب الأزرق صراحة يعني من البرامج اللي وجهة نظري أنا الشخصية البرنامج الوحيد اللي يعطيك خلاصة ما يحدث مع منتخب الأزرق بكل حياد وبكل حقيقة وبصورة أوسع من باقي البرامج ومع احترام وتقدير، ولكن هذه يبقى احترام وتقدير لجميع زملاء الكل والنعم بالكل يعني، بس هذا كرأي شخصي أنا أخوي عبد الله. تفضل. أنا الصراحة والله يعني دائما في مباراة مع أفغانستان إحنا نوقف مع المنتخب وننسى الخلاف وننسى كل شيء حتى لو قاعد نتدمر ومحبطين وكل شيء، ولكن أنا أتمنى باكر الجمهور وأنا أولهم يعني إن شاء الله يحضرون، ويعني هذا دعم حق الأزرق. بتحضر أبو علي؟ أكيد أنا ما في مباراة ما حضر حق المنتخب، ما في مباراة ما حضر القادسية والمنتخب، هالشيئين لازم شيء أساسي بحياتي. أنا أول شيء أنا والله يعني أخوي عبد الله أنا متضايق لأنه والله صراحة يعني وضع المنتخب الكويتي يكون بآخر الجدول مع احترامي وتقديري حق الهند وأفغانستان، ولكن وضع المنتخب الكويتي يكون تحت أنا هذا الشيء يعني مزعلني، واللي زعلني أكثر ان احنا ناطرين اخوي عبد الله منتخب قطر ما تدري بيلعب منتخب شباب بيلعب مستوى المعروف منتخب القطري ولا مثلا يكون المستوى ما يكون هذا، يعني انا ما كان ودي اني انطر نتائج ثاني. وعندي بس اخر نقطتين اخوي عبد الله، النقطه الاخيره انا ادري ان اللاعبين اللي اختارونهم المنتخب نفس الرشيدي او اي لاعب اللي تم استبعاده يتم يعني استقطاب اللاعبين بناء على مستواه بالدوري، ولكن يعني لو تشوف ارقام بدر في الدوري انا استغرب انه ما استدعوا المنتخب وكذلك الرشيد. شكرا يا ابو علي، سامحنا بس خذيت الوقت بزياده. منو معنا؟ شباب طلال الشمري من سوريا، حياك الله. انقطع الاتصال، راح الاتصال معنا. طيب ارجع للاستديو مره ثانيه، اذا شمري يقدر تاخذونه باسرع وقت علشان يمكن هذه الباب الوحيد اللي راح ناخذ فيه الاتصالات لانه قربنا على النهايه. ننتقل حق النقطة اللي بعدها، قبل أدش بالنقطة الثانية الخاصة بموضوع تسجيل اللاعبين جاهز؟ أوكي، أخونا ماجد من السعودية، حياك الله. اتصال دولي معنا، ماجد حياك الله، أنت على الهواء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل. أحييك وأحيي خصوصاً الأسد جاسم الهويدي. الله وبدر حجي. وش اسمه صخرة الدفاع جمال مبارك. الله يحييك طال عمرك يا اخوي. واتمنى ان شاء الله المنتخب الكويتي يتأهل وان يلعب، اتمنى انه يلعب 3-5-2. الاظهره ما انت عند ما عندك اظهره يمين ويسار، لعب ثلاثه زود الوسط ولعب ثلاثه دفاع. نعم. واقول لجاسم وش اسمه انت كسبت مع الهلال بطولة اللي هي كأس المؤسس. نعم. ضد الأهلي عام 2000. صحيح. طيب يا جاسم هل هي بطولة نزيهة يعني الحكم ما جزر الأهلي بذيك المباراة؟ ما تودينا بعيد يا ناصر. شكرا. بالعكس نزيهة وما فيها شيء. شكرا. أخونا عيسى طالب حياك الله. يا جماعة نتكلم بالمنتخب، أدري على عيني وعلى راسي ماجد، يعني أنا ما أرد لك طلب وأنت عارف، بس بالنهاية إحنا اليوم هذه خاصة. تفضل يا أخوي عيسى حياك الله. أول شيء مساء الخير، أمشي عليك وأمشي على الكباتن النجوم. حياك الله يا أخوي عيسى، تفضل. اللي معاك والحقيقة يعني ذكرتنا بتاريخ جميل جدا لهم. أنا أعتقد أن لاعب مثل بدر مطوع لاعب يعني عطى وجيل يعني واعتقد سجل ذهبي عنده، لكن احنا ليلة المباراة يعني انا اعتقد انا بدا يشاورني الشك يعني ان النجوم اللي قاعدين يمك انا بس يتحدثون عن سلبيات المنتخب، يعني ما شفت واحد فيهم تحدث انه يشجع المنتخب. خلاص احنا هذه ليلة المباراة، السلبيات تطلع بعد المباراة، اي شيء عندنا نقولها بعد المباراة. أنا صراحة استغربت. خي عيسى أنت شايف الحلقة متأخر. إلا بس سلبيات المنتخب. أنت شايف الحلقة متأخر يا حبيبي. أنا بس رأيك يحترم عيسى بس أكيد مردود عليه يا أخوي، أنا عشان كذي سكت. لا خلاص كل واحد، أنا بالعكس أنا. أنت تقصد بس عيسى سؤالي ولك، أنت تقصد أن اليوم ما تكلمنا عن إيجابيات المنتخب، ما تكلمنا عن الأمور ولا؟ لا مو اليوم، حلقة حتى حلقة اللي قبلها. لا أنا بقول لك شيء. بعدين أنت تحكي على كيفك. أخوي عيسى بس أنا بقول لك شغله. فكرة. عطني 10 دقائق. آسف. عطني 10 ثواني وأنا أفكر وأنت تحكي على كيفك. تفضل. يا أخي مر على الكرة الكويتية محمد شعيب ما تم اختيار للمنتخب
فتحي كميل مر عليه وقت ما اخذوا منتخب، فاروق ابراهيم الله يرحمه ما اخذوا منتخب، مر على جاسم يعقوب ما اخذوا منتخب. لكن انا استغرب من النجوم صراحه، انا احبهم واحد واحد يعني كلهم نجوم يعني، لكن ان سلبيات المنتخب ليله المباراه هذه مشكله. لا لا اخوي عيسى كلام خالد صح، انت يمكن ما ادري قاعد تشوف مقاطع الحلقه اللي طافت ولا هالحلقه، احنا للامانه الحلقه هذه عن مباراه، وما شاء الله الكباتن حتى انا لو بروح لهم، انا بسؤالي لو بروح لهم سلبي يمسكون ذراع يردوني بالامور الايجابيه، والشباب اثنوا حتى قبل الحلقه يا جماعه باكر مباراتنا قلبنا وروحنا مع اللاعبين وكل من اشاد باللاعبين. يمكن بجزئية القلب المحروق هذا انقال بالحلقة السابقة، وإحنا نستكمل يعني هي سلسلة حلقات مترابطة يعني، اليوم غير الأمس، هذا اللي إحنا نقصده. ومشكور يعطيك العافية على الملاحظة اللي قلتها، بس أكيد ما تقصد حلقة اليوم. بريك وراد وياكم. رجعنا وياكم بعد الفاصل، بعد ما خذينا عدد سامحونا اللي اتصل، بس اتوقع 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 ان شاء الله بان حلقه باكر اذا الله احيانا طبعا اذا احنا ننظر للامور الايجابيه بان اذا تاهلنا ان شاء الله الاتصالات ان شاء الله ما تخلينا اول واحد يقول ايش شبر بسوريا اللي قطع التلفون يا يمكن يتصل بعد شوي لان دولي صعب يلقط، بس يمكن يتصل بعد شوي. لا عبد الله انا بس تعقيبا على اخوي عيسى، تفضل. اول شيء يعني الحمد لله يعني كل الموجودين عاشوا بتجربة المنتخب وبطولات المنتخب والمباريات الحاسمة، وبالعكس احنا كنا كان هدفنا بهذه الحلقة هو تشجيع اللاعبين. اذا هو يرى ان الحلقة الماضية بطبيعة الحال اذا كان المنتخب خسران او متعادل احنا قاعد ننتقد الاشياء السلبية لتصحيحها حق المباراة القادمة صح، اللي هي مالت باكر صح. ولكن هو يرى يمكن انا اتفق ويا اخوي جمال لما قال انت ما شفت الحلقة البداية، وبالفعل هو اتوقع انه ما شاف الحلقة البداية. تكلمنا عن جزئية عبد الرحمن موسى لان هو من اطار التقرير اللي حضر معانا بالاستديو، ولكن احنا بشكل عام اكيد احنا واقفين مع الازرق، واكيد واقفين مع منتخب الكويت باكر، لان المنتخب الكويت اللي غدا مو ما يمثل لاعبين فقط، هو يمثل دوله الكويت. لا وفي شغله اخيره، ما حد زايد عليك على الوطنيه، ما حد زايد عليك على الوطنيه. احنا الاجواء اللي باكر 20 لاعبين كانت جاسم، احنا كلنا عشناها الوطنيه، ما حد زايد عليها صحيح، وما حد يرضى انه ينقص باللاعبين صحيح في اهم مباراه صحيح. وانا اخوي عيسى خان التعبير وكان مقصر على التلفزيون الظاهر شوف مسلسل شاف ما تفاجئ هو شاف ردنا على تصريح عبد الرحمن موسى صاد، فهو شاف على اخر شيء. احنا قاعد نتكلم ونعقب على اختيار بدر مطوع كوجهه نظر. طيب يا جماعه الخير، احنا تخلص الحلقه ما شاء الله سوشيال ميديا على طول يحطون المقاطع كلها، فاللي بيشوف الحلقه وباكر الصبح اثناءها واحنا مع الهواء العم قاعد يقول قاعد تنزل راد، وباكر ان شاء الله الصبح تنزل حلقه كامله، اللي ما شافها وهو رايح وين ما يكون يقدر يشوف الحلقه. عموما وتركي كلمه اخيره، والله تقول لي والله انا لما اروح احلل في قناه الكاس من المجلس والله يقولوا لي المحللين كلهم يقول يا اخي شوف المنتخبات كلها اذا ما جبنا الازرق نضايق. تخيل يعني اللي يسولفون معاك منه من الإمارات، من السعودية، من قطر، من البحرين، العراق، من دول الخليج كلهم، عرفت؟ عمال البحرين كلهم يقولوا إذا ما شفنا الأزرق بالضايق. صح، هذا كأس آسيا. كأس آسيا، بطولة عربية، أي شيء. لا أتوقع هذا اللي صار كأس آسيا. أي نعم. لا يعشقون. حتى كانوا يقولون جماهير الأزرق. يعشقون الجمهور الكويتي. صاد. يعشقون الجمهور الكويتي. صاد. يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. الأمور تكون على خير بإذن الرحمن ونستبشر بالخير باكر. إن شاء الله. خلونا نشوف الصورة الخاصة في قرار الاتحاد بخصوص الموسم القادم 24-25 بعدد اللاعبين 25 لاعب، 8 لاعبين من المحترفين الأجانب واللاعبين من مواليد الكويت، ويسمح بمشاركة 7 محترفين داخل أرض الملعب. هذا القرار نزل من الاتحاد. أبو فهد تعليقك على الموسم القادم؟ للموسم القادم. مو أنا أبو فهد أبيك تعقب لي على شيء. الموسم القادم هذا الموسم اللي بعده. نعم. 25
25 26 نعم. في شغله صارت بحلقه او اول حلقاتنا يوم الخميس. نعم. السوشيال ميديا وللاسف انها بعض الوكالات يمكن اتوقع حين الموضوع رسمي. نعم. قالت ابو فهد بدر حجي قال بان يجب اعطاء الجناسي تجنيس المحترفين. نعم. للارتقاء بالكره الكويتيه. نعم. هل صح هذا ما انقال؟ انت موجود يعني هذا ما انقال؟ احنا كنا موجودين. انا كانت هي فكره. إيه؟ هي فكره مشروع دوله وليست فكره مثلا انا جاي وقلتها استعباطا او شيء. انا جاي قايلها على اساس انه مشروع دوله هذا. بس انت قلتها بهالطريقه؟ انا لا. انا لا. شنو قلت؟ انا قلت جواز مهمة. سفر فقط مع اذا كنا نبي ننافس على بطولات مثلا بطولات القاريه لمثلا دول الجوار. هو مو موضوع تجنيس. انا عن نفسي معارض شديد للتجنيس. لما نحن نتكلم عن التجنيس انا ما جبت لا جنسيه بالموضوع ولا بتجنيس. شنو الموضوع؟ موضوع دول الخليج لما يكونون في خاصه لما احنا شفنا في الفترات الاخيره مو بس دول الخليج حتى على مستوى اسيا في كاس اسيا شاهدنا موضوع هو انهاض نهضه في حق الكره الكويتيه. نتكلم عن جواز سفر. جواز سفر مهمات يعني. جواز المهمات بس. إيه؟ جواز سفر. إيه؟ عقد لاعب. إيه؟ عقد لاعب صح. موجود اليوم مثلا في نادي كاظمة كوني انا امون على نادي كاظمة. انا ولد نادي كاظمة. إيه؟ 3 سنوات عقدك مع نادي كاظمة جواز سفر على اساس انه وصلت يوصل وين؟ إيه؟ يوصل حق منتخب الكويتي. فاحنا مختاره عشان منتخب الكويت. إيه؟ فلما مثلا ما كان اللاعب غير جيد الفترة هذه نقدر احنا نقول له نسحبه ايه؟ في العقد الموجود. طيب بس ولا هو جنسيه ايه؟ ولا هو انا والله ابو فهد انا ابو فهد لاني قريت الخبر هذا اللي انت قلته. نعم. بحثت نعم. وين قلته؟ ما اكتشفت انه انا اللي مقدم الحلقه وقلت ما قالها ابو فهد. وانا بعدين لك قلت لك ابو تركي قلت لك حطني وقت عشان انا اتكلم فيها. صح عدل صح. انا قلت اذا احنا نبي ننافس ايه؟ وانا بعدين ترى انا قادر افند النقطه هذه وتركي شفت النقطه هذه قادر افندها على مشروع الرياضي. شنو هو المشروع الرياضي المفروض تكون موجوده؟ صح. الحين استكمالا ل 25 26 طيب. في اللي سالتني عنه المحترفين ايه؟ اليوم انت لما بتجيب محترفين 8 لاعبين إذا إحنا نتكلم أنا وفواز سبق ومسكنا في نادي كاظمة إذا أنت تعطيني 600,000 دولار زين وتقول لي يجيب لي 5 أحسن لاعبين موجودين اليوم على أساس إن أنا أرفع من شأن الفريق شلون أقدر أجيب لك 600,000 5 لاعبين اليوم أنت تطلب مني 8 لاعبين إيه؟ الأندية شنو تقدر تسوي أبو تركي إيه؟ اليوم لا نطلب من الأندية والاتحاد الكويتي فوق ما هو عليه من ضغوطات ومن مشاكل. انا اللي شايف الاتحاد الكويتي يمكن الحين هو حط نفسه في ضغط ما دام تكلم عن 8 لاعبين لما 8 لاعبين انت شلون بتعطي الانديه عشان الانديه تقدر تجيب 8 لاعبين شلون تقدر تجيب الانديه 8 لاعبين ايه بهذا زين. انا بهالجزئيه اي حق ابو محمد. ابو محمد نفس الشيء هذا سؤال واضح بان البجت او الميزانيه المحطوطه هي 600 دولار 600,000 600,000 ترى كل نادي مختلف. لا بتركي هذا نادي كاظمة حاطها ايه؟ مثل نادي سالمي مختلف بغض النظر انا اتكلم عن ميزانيه قليله بفكره كبيره. حلو. اول شيء انت معلش كاتحاد كويتي قبل ما تصدر اي قرار لابد انك تقعد مع الجمعيه العموميه للانديه على اساس تشوف هل هذا القرار هذا القرار يتماشى مع انديتنا يتماشى مع سياسة مثلا تطوير المنتخبات عندنا بالكويت. اتوقع ابو حمود هل... قعدوا لا لا, لا 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 ما قعدوا بلا كانوا قاعدين لا لا, لا, لا ما قعدوا. في تصريح حق رئيس نادي ما بيذكر اسمه قال ما قعدوا مع مدراء الفرق اي ما قعدوا مع مدراء الفرق وقالوا عن جمعيات عمومية يعني ما خذوا راي قالوا لهم راح يكون الشاهد كي. انت اليوم كاتحاد قبل اصدار اي قرار لابد انك تقعد مع الجمعيات العمومية هذا شيء. شيء ثاني انت تقعد تشوف سلبياتك اللي صارت خلال هالسنتين اللي انت مسكت فيهم شو السلبيات؟ هل احنا وصلنا حق مرحله انه يكون منتخبنا مثلا قوي؟ زين اذا احنا بنقوي شلون نقوي؟ هذا واحد. اثنين زياده عدد الاجانب انا اعتقد سلبي حق المستوى الحالي للمنتخب يعني لانديتنا والمنتخب الكويتي. انت اليوم على اساس تقوي لا قوي لاعب 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 المنتخب الكويتي مو ما تقوي اللاعب الاجنبي على حساب اللعبه. وبالتالي انا اعتقد هذا القرار
يعني ما ادري شنو يطمح للاتحاد الكويتي، ولكن بشكل عام قرار انا اعتقد متسرع نوعا ما. هذا زائد ناس ما تفضل اخوي بدر الميزانيه، يمكن اوكي اذا هو يطمح ان الميزانيه ممكن تؤخذ من الاستثمار اللي قاعد يحدث الان بالانديه، ولكن انا كنادي عندي استثمار ابي، مو بس عندي كره قدم، انا عندي جميع الالعاب لازم اطورهم. اليوم ما ننظر بس حق فقط كره قدم، احنا عندنا بالنادي 16 15 18 لعبه، نفس القادسيه الكويت العربي عندهم يمكن تقريبا 18 17 لعبه، وبالتالي انا كرئيس نادي ابي اطور كل العابي وليس فقط كره قدم. صح. هذا القرار لا يتماشى مع كل تقدير احترامي من قرارات الاتحاد السوي، لانه ما نظر حق الاتحاد السوي. اليوم الاتحاد السوي اذا مشاركه الانديه فيه 5 لاعبين محترفين، انت طمرتنا حق 8 لاعبين محترفين، هذا مخالف. اذا انت بتقول والله انا بشوف حق الدول المجاوره من المملكه العربيه السعوديه. أيوة. مثلا ايوه انت قاعد تتكلم هناك رؤيه من, من من على على, على مستوى حكومه. أيه. وليس على على مستوى اتحادات. أيه. يعني فاهم شو الفكره؟ فبالتالي المملكه العربيه السعوديه عندهم رؤيه ل 2035. أيه. ترى الفكره بالسعوديه مو رياضه، دوله بالضبط، مشروع دوله. أيه. بالضبط، وبالتالي فيها ايضا جوانب للوصول للعالميه، فيها جوانب اعلاميه، نشر الرياضه بدوله المملكه العربيه السعوديه. فانت ما وصلت حق المرحله على اساس انا اقول والله لا خل ابدي بثمان لاعبين اجانب. أيه. لا، انت ابدي من تحت، شوف وضعك، انت عندك الانديه مدمره اساسا بالمراحل السنيه. انظر حق انا والله 8 لاعبين حق الفريق الاول ما يصير. ترى المرافق جاسم يا جماعه، مرافق بالضبط الملاعب، هذا شيء ثاني بعد. هذا في تعقيب كابتن جمال على موضوع اللي الخبر اللي نقل قبل شوي موضوع المحترفين. انا وفوز ولا ناطرين ولا, ولا 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 نسب يعني نتذكر يا بعض اهدافكم. لا لا لا، هذا اخر تقرير انا عندي. تفضل. نفس ما قال جاسم، يعني انت ما يصير تقارن نفسك مثلا في السعوديه. الاخوان ظاهر قاعد يقارنون نفسهم بالسعوديه، لدرجه ان الحين بيسوون فريق عزيز مو دفاعا، مو دفاعا، بس هو مو مقارنه، هو مشروع نجح بالسعوديه. ما يخالف، ليش ما اقدم نفسه؟ انت شنو قلت؟ قلت هذا مشروع دوله. الاخوان هني قاعد يسوون اجتهادات منهم، ولكن امكانيات الانديه ما تسمح للشيء هذا. كم ميزانيه الانديه السنويه؟ ضعيفه. وثاني شيء انا يمكن بصلح معلومه حق محمود الحين الانديه قلصت العابها، اعتقد على 6 العاب كل نادي، 6 العاب بعد ما لا لا، يعني صار 6 العاب. لكن الميزانية أنت اللي تتكلم حق الأندية ما تسمح لك أنك تجيب 8 محترفين، لأن القدم محترفين، السلة محترفين، اليد محترفين، الطائرة محترفين، كرة الصالات والصالات محترفين. قبل كان محترف بالسلة، الحين صار محترفين أو 3، اليد كذلك محترفين 3. أنت الحين يعني مع كل احترام التقدير الأندية من الدرجة الثانية، أنت قاعد تزيد العبء عليهم زيادة. حتى لو نكون عنده نتكلم على الاستثمار، نفس ما تكلمت على الاستثمار، هم بالاستثمار ما يقدر تقارن. في أندية استثماراتها عالية، أندية ثانية استثماراتها فما في وجه مقارنة. صح. نفس الوقت انت تبي تجيب مثلا انديه الدرجه الثانيه تبيهم يجيبون 8 لاعبين حق القدم، بس القدم 8 لاعبين ما يصير تقارنها بالانديه الكبيره. كل نادي وامكانياته، والميزانيه السنويه ما تشفى حق الانديه. والاستثمار الان الموجود يعني مثلا استثمار نادي كاف او استثمار نادي الكويت بتقارنه باستثمار نادي من الانديه درجه ما يعني اقل. ما بي انا انتقص من الانديه الصغيره، ولكن اقل الاستثمارات بالانديه الكبيره اكثر. فانت لما تبي تاخذ قرار فما عندها الامكانيه. أيه. الانديه لازم الصغيره تعرف امكانيتك، لازم تعرف انت منو وشون قادر انك تبدأ. يعني هم الاخوان في بالاتحاد اجتمعوا مع مدراء الفرق وقالوا لهم انه راح يصير الموسم الجاي راح يكون في فريق رديف واسمه بلو، مسمينه بلو نفس السعوديه بعد، وراح يكون دوريين. زين الكويت عنده فريقين، الفريق الاول عنده الامكانيه يحط له فريق. أيه.
زين الانديه الثانيه الدرجه الثانيه ما عندها الامكانيه تحط لك فريق ثاني ولا عندها الامكانيه مثلا تجيب لك محترفين. طبعا المحترفين مو الموسم القادم الموسم اللي بعده، ولكن اذا انت قاعد تنظر للقادم يعني المفروض انك حاط انت الخطط وحاط ترتيباتك حق الانديه كل نادي وامكانياته. تدري شنو الحلو فيها بعد؟ شنو فيها الحلو بتركي؟ في شيء حلو في الموضوع انه هو 25 لاعب. اول انت تكدس اللاعب تسوي 30 35 لاعب، لاعبين ما تبيهم تحطهم، هذا كان غلط. الحين 25 جيده، بس لكن انت لازم تعرف احنا شنو محتاجينه في الكره الكويتيه. ممتاز. الاعلام موجود، حتى انت لما تنهض في الكره الكويتيه ترى حلو المشروع، مشروع ثمانيه، بس الاربعه ليش؟ انا في رايي الشخصي اللي انا تكلمت عن النقطه اللي انا بوصلها، اربع لاعبين المشروع اللي انا قاعد اتكلم عنه انه يكون في من جواز سفر. في وايد من الانديه تتكلم عن ثمان انديه تسع انديه يلعبون في ثمان تسع انديه، علشان شنو؟ يكون عدد الفرق وايد فيها منافسه، ما يكون منافس فريق فريقين، لا تكون عدد المنافسين اكثر. يعني مثلا تتكلم عن سبع فرق منافسه في الدوري، لما نعم. تتكلم عن المنافس الفريق الحقيقي، اللاعبين اللي تحت المراحل خاصه نتكلم عن لاعبين تحت 20 لما يصعد فوق يلقى لاعبين اللي بمليون مليون ونص مليونين، هذيل اللاعبين هذا اللي يرفعون شأن الكرة الكويتية. هذا اللي لما أتكلم عن المشروع اللي قلت لك عنه قبل شوي، هذا بتركي يحتاج مادة. ثمان لاعبين أنا شو أسوي فيهم؟ أنا أجيب أربع لاعبين خمس لاعبين بالكثير، فالموضوع وركب عليه صح زين، ونشوفه بعد ثلاث سنوات أربع سنوات هل هذا المشروع ناجح أو غير ناجح. نعم. بعدين غير هذا بتكلم في نقطة ثانية، مثلا الملاعب على السريع. ملاعب إحنا أنا وجاسم كنا في السعودية لعبنا، ما لعبنا في أنديتنا، نلعب على الملاعب المحايدة. اليوم عندك ملاعب محايدة، نادي فحيل جاهز، نادي صلابيخات جاهز، استاد جابر جاهز، وتختار بعد ناديين، ما في فريق يلعب على ملعبه، وتكون موضوع يكون موضوع فير للأندية كلها. فاليوم احنا حتى المنشآت لما نقول في تصوير بعد، لما انت تجيب محترفين وتبي تسوي سبع لاعبين وثمان لاعبين لازم يكون بعد تصوير، لازم تكون في الفار بشكل مميز، الجمهور لما يحضر يبي يدخل دورات مياه لازم تكون دورات مياه مميزه، حتى اللاعب اللي العدسه وايد كبيره. نعم، حتى اللي بيجيك المحترف اللي ذي قيمه صح، ها اللي بيجيك ذي قيمه بيشوف الملاعب صح، يعني حتى المدرب هذا اللي يقصدونه ابو فهد. نعم، وبتجيب مدربين ترى على مستوى عالي، لان انت لا تسوي كوبي بيست، لا انت لازم نعم. تعرف شنو انت عرفت شلون وتاخذ صح، مو غلط انك تاخذ الفكره ماكو مشكله، بس عاد تفندها بدراسه بي حسب امكانياتك ايوه نعم. بمعطيات اللي انت في دراسه يعني. لشان هذا هذا اللي احنا نتكلم عنه اليوم، احنا محتاجين واضح. مشروع دوله واضح وليس مشروع اتحاد واضح. او مشروع نادي واضح. وصلنا للختام ان شاء الله والاهداف لا والله راح الوقت تبون والله لا 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 عندك لا 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 اذا هدف انا حاتيك والله اكتب فواز اذا هدف حق جمال ماكو صلاه فاتت لا لا شوف هدف حق جمال ما انا عارضين بحق جمال ما نبي لا لا اختم ترى جماعه المخرج يقول يختم مو اختم اختم ختام خلاص ختام خلي اغنيه حق المنتخب بس اي والله صحيح خلاص وجراح اذا تبي تختم بالاغنيه حق المنتخب اللي نتفائل فيها اغنيات بسم كل الله. الشكر للكباتن داخل الاستديو، كانت حلقه استثنائيه وثاني حلقات برنامج ملعب الازرق. مثل ما ابتديت هذه الحلقه اختم فيها بالامور الايجابيه ان شاء الله، نتمنى وجود الجماهير، انتقال الملعب مثل ما قال الكابتن جاسم دكتور جاسم ان انتقال الازرق قد اي لبسوا ازرق اي والله لبسوا ازرق رغم جمال اي والله هاجم لبسوا ازرق لما فهد تفضل بس الحين واحده قاعد اقول يعني الدكتور جاسم قال الملعب اصغر ففرصه انه يمتلي لبسوا ازرق اي والله الكل يلبس ازرق وفهد ابي بينيات ابو عزيز الله يوفقك ان شاء الله بكره ان شاء الله نفرح ان شاء الله نقعد واحنا فرحانين ان شاء الله باذن الله باكر ان شاء الله نبارك فوز الأزرق وباكر إن شاء الله نبارك فوز العنابي. هي سيناريو واحد ما في غيره. تصبحون على ألف خير.